كنتمنوا تحيد هاد كورونا اللي كيقولوا لنا كاينه كورونا، نتمنوا هي اللي بغينا تحيد. والحمد لله اللي جات مع الله مرحبا بها. انت كنت دوزت هاد راس السنه؟ انا ما احتفلش براس السنه وما معترفش بيه كاع هاد راس السنه، يعني عندي عادي بحال يعني ماشي شي نهار مخصص زعما اللي غنحتفل به ولا شي. انت ما احتفلتيش؟ حامد شويه من ناحيتاش بزاف، ما كاينش معمنة توقف، ما كاين الدراري لا والو، كاين لا زهولة حتى حاجة، كلشي مزدود فما كدور كتلقى البوليس صافي. هادشي اللي كاين. شنو المتمنيات ديالك السنة الجديدة 2021؟ ما نكذبش عليك باقي ما فكرتش في هادشي. متمنيات باقي ما فكرتش فيهم. علاش؟ باقي ما فكرتش فيهم، ما روقش. وشنو تبغى تقول للمغاربة بمناسبة 2021؟ صافي سنة سعيدة. صافي الحمد لله، كانوا السلطات مديرين الخدمه ديالهم وكان الامور ديزا مزيان والحمد لله. كانت شي كثير بعدا كاين ما بين السلطات والحمايه واللي ما عندوش كمامه راه طبيعه الحال كانوا كيشدوا، ودازت امور بخير وعيدنا مع عائلتنا وكل شيء داز بخير. 2021 نتمنوا سعاده لعباد الله ونتمنوا هذا الوباء يمشي علينا. الحمد لله كانت مختلفه بزاف ديال الحوايج، واخا الدنيا كانت خاويه شويه وداك الشيء كانت الاجواء بعدا كاينه شويه زوينه عادي بحال الناس طبيعه زوينه. داز نهار زوين، احتفلنا مع والدينا خصوصا باش احتفلوا مع الدراري في الزنقه وما ندخلوا حتى 12 الليل، احتفلنا مع والدينا بكري والحمد لله دازت الامور بخير. احتفلتي مع العائله مع الوليدات؟ ما احتفلت مع حتى شي حد، يلا كانت ضايعه لي امي مع الوالده كانت ضايعه ليا وداك الشيء ما احتفلناش. ما شنو المتمنيات ديالك الحاجة؟ والله يدخل علينا بالصحة والسلامة ويقلل علينا المرض ويحيد علينا وصافي. احتفالات بالنسبة لهاد السنة ما كانش احتفالات بالنسبة لهاد الأجواء ديال كورونا وهادي، ما كتشوف الأمور هي راه عادية فهمتي. لا الاحتفال العائلي ما كانش، حنا بالنسبة للأسرة ديالنا ما كنحتفلوش برأس السنة، كتكون الأمور هي دينية وكذا وهادي. بالنسبة لنا حنا رأس السنة بالنسبة لنا هو رأس السنة الهجرية ماشي رأس السنة الميلادية، هادشي اللي كاين. شنو المتمنيات ديالك السنة 2021؟ وكنتمناو هاد السنة 2021 تدخل علينا بالصحة والسلامة وبالأفراح إن شاء الله والمسرات، وتنسينا في هاد الأجواء اللي دازت ديال 2020 إن شاء الله مع هاد كوفيد. نعم؟ وكنتمنى سنة جديدة تكون مليئة بالأفراح والانسان يشكون مليئة بالاخوة والمحبة ما بين الناس. محتفلش تكذب عليك، انا ما محتفلش. علاش؟ عادي راس العام ماشي بالضرورة نحتفلوا به فهمتي. المهم غياش مع موالين الدار كنا داك الشيء، غير باش يكون شي احتفال بحال كما كان. كيفاش كان الجو البارح مع موالين الدار؟ ماشي شي جو كما كان عوام اخرى كما كان فهمتي، ولا بنادم كيخرج مورا 8 الليل مورا فهمتي. كتلقى بنادم مع من كدور كيبان لك راه عندك كاين راس العام، هاد العام داز بارد. كنتمناو ان شاء الله يحيدنا هاد الوباء هذا وترجع الحياه الطبيعيه كما كانش، هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. البارح كيفاش احتفلتوا مع العائله وكيفاش كان الجو ديال الحفله مع موالين الدار؟ دوزنا في دارنا خويا ما كاين حتى حاجه، ما كاين لا راس العام لا والو. صافي دخلت نعس اخويا بكري صافي بخير، ما خرجش لا حرام هذاك الشيء اخويا والله. والله شوف هذا الشيء هو، هذا الشيء هو بغا يقول صح والله حتى حرام صح. شوف هاي فرقوري يطراو لي، هاي فرقوري يطراو لي خويا. انا صافي سكت خويا، انا دوزت راس العام دوزت في الدار اخويا، ما كان لا حلوه لا والو، ومع 10 الليل نعس اخويا. لا اخويا احنا ما كنامنوش بداك الشيء اخويا فهمتي. بخير الحمد لله كيف ديما. واي طرف عنا خويا هذا الوباء هذا صافي راه قهرنا صح، بقيناش قادين نصبروا معاه. شنو تبغي تقول للمغاربه بدخول السلام الميلادي؟ الله يدخل عليهم الصحة والسلامة وبطول العمر إن شاء الله. نقول لك أنا راه صاحبي كنخدم الليل ما خرجتش من والو صاحبي، نكذب لك قبل ما تسولني على هذا الشيء صاحبي، والله ما خرجت صاحبي. لا ما احتفلت من والو أنا صراحة، ما عمري ما احتفلت بهاد راس السنة خويا، ما عديش مع هاد راس السنة. علاش ما عندكش؟ ما عمرني ما كنحتفلوش به حنا من بكري والدينا، ما عمرنا احتفلنا حنا بالعائله ديالنا وداك الشيء الصراحه هو اللي كاين. وانا اصلا البارح ما خرجت ما والو، خدام الليل يلا خرجت حتى لدابا ما عرفت واش دوزو راس العام ولا راس الشهر ولا راس السيمانه. شنو المتمنيات ديالك السنه 2021؟ واخويا كنتمناو ان شاء الله يترفع علينا هذا الوباء والمياه ترجع الى المجاريها وصافي اخويا.
هادشي راه صراحه ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صافي البارح الوقت صحاب الوقت اخويا سدوا على الناس بكري، ما اقول ما دارش هاد راس سنه نهائيا اخويا. شريتي حليوه واحد؟ لا ما كنشري لا حلوى لا والو اخويا، تيفوت راس سنه عاد كنشري حلوى. عاد كنحتفل اخويا. الاحتفال اخويا عادي، الوليدات وحليوه راك عارف قلنا وصافي الشيء اللي كاين اخويا. مناضعه سير والرحمه في الله اخويا. المتمنى ديالي اخويا تكون هاد السنه الجايه يدخل علينا بالصحه والسلامه اخويا، وترفع علينا هاد الوباء اخويا، والسلام عليكم. كنتمنى اليوم اخويا تكون سنه سعيده اخويا، وترفع علينا هاد المرضى اخويا، والسلام عليكم. خير واعر النشاط، ولكن حاجه وحده هي مدو دوزتو بخير فرحان. علاش غادي تدخل عاوتاني كورونا ما غاديش تبقى؟ يدخل عنا بالصحه والسلامه. وحاجه وحده الوالده اللي ما دوزتوش معاها هذه هي اللي بقات دراني. خديتي حلوى البارح؟ خديت الحلوى حتى شو رخيصه بقى عامره حلوى. تبارك الله عامره حلوى. راه مضرف الحلوى. راس العام سنه سعيده على كاع المغاربه. شنو المؤتمرات ديالك السنه 2021؟ 2021 كنتمنى تدخل عندنا بالصحه والسلامه وتحيد هذا الوباء. زوين وهذاك الشيء بعد المرض ديال كورونا وهذاك الشيء كانت شويه القضيه مزيره شويه التخوف. تقدر توصف لنا شويه الاجواء ديال الاحتفالات مع العائله ديالك؟ الاحتفالات راك عارف الحلويات وهذاك الشيء. خدي شي حلوى البارح؟ كلينا ضروري ومع الدراري واش. تبارك الله يحفظك. حنا مهنيين كنخيطوا هذاك الشيء التقليدي فهمتي؟ شي تقليدي كانت شويه عندنا القضيه مازمه شويه فهمتي. داك الشيء ديال الزواق فهمتي. شنو كتمنى انت في 2021؟ كنتمنى تتحرك الخدمه شويه. داك الشيء كنا كنخدموا مع داك الشيء ديال برا ديال الجزائر، مع هاد الوباء تكرفصنا شويه. الله يسلمك. تكرفصنا بزاف. وهاد المناسبه كنتمنى اي واحد سنه سعيده، كنتمنى لكم حتى انتم سنه سعيده. وكنشكروا الوالدين ومدام وجميع العائله. وتتهم الطاقم التقني. الله يحفظك اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.